خب الكنل والله ما خلاني يرقى طول الليل. تتع الكنل الغرابي للنصيي زهاطح يا الله يغرب بطول الليل. هاي دلشت يا فوق وطول الليل وهن ويق ويق ويق. حين بيسكت بعد شوي بيسكت الحين من الساعة 3 لين الحين. غرب الكنل رقدتنا إن شاء الله من يهد حنكن. غرب الكنل غرب الله تكيوه الغرابي للنصيي زي حقا لا إله إلا الله. والله أقول لكم همار قد طول الليل وأمس طول النهار. هذا وين يا ساتنيها تحت السيائر هنيها بين السيائر طول النهار محشرات ربع وأصدقاء. هذا واحد توياي لنا ما أدري وين هاضل واحد عتوي ونحن هاي قطوة طايحة هني مستوي أظني في رمضان ما أدري متى ومن متى من الظهر من أمس الضحى وهم يلعبون مبسوطين محشرات. يوم عدى في الليل سويت هالخدمة ماق 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 ضاربة ما أدري شو ياهن ما أدري شو عليه مختلفات شو بينكن انزين شو هناك تعلم أنا زين ما يازت ولا أنت ما يستلخلة الضرائب هاي ايش حقه ايش عليه مطروق ما لهم عنا ما لهم عنا الضرائب قدام اللوادم في عند الدرايش وعند البيبان وعند الهدرات ويتنقن الدرايش اللي فيهن الناس ترقد كم الحجرة تحت الدرايش كم من حجرة؟ مليون حجرة ولا سارن ولا حق حجرة سارن حق حجرتي أنا بالذات سارن يسين الحجرة اللي فيها العرب ويازمني يضاربن طول الليل صك وحك تحرى بينهم مالم ما جسم تحرى بينهم مالم ما جسم يعني بوكن طول النهار هذا ممكن يحل براس الثاني ومحد شهرات كنوا فنانات ويق ويق هاك الأصوات الجميلة كنت في خاطريها بيعيش نعيش ماشي شهرات وطول الليل صك وحك بالله يا أبوكم العالم كلها رقدت وين ما رقدت ولا هي طول الليل كل ما أسأفرهن بشيء ولا أزعق عليهن أبدا والله ولا يحتركن يصخن دقيقة ويردن ويق ويق طول الليل لين أدى الحينه فبالاصول المعرفة لها طريقة المعرفة لها بروتوكول لها برستيج المعرفة لها قانون لها يعني اسلوب الصداقة ما يستوي اللي قال ان الباطنيات لما يباه القلب ما بالغصب والزور لما يباه القلب ما بالغصب والزور ولما بياي على القلب ترى ما بياي على القلب اللمر والشور ابوي ما بعند العين القلب والشور ابوي عند سعود اللمر والشور والخيط والمخيط والامر كله عند سعود مح ليه بغى سعود مرحبا وسهلا وليه ما ابغى سعود اي ها بعيد عنك يا دول لو بتيلس تحن من المغرب لين الفير سعود رافض يوم سعود رافض ترى ما يبى القلب ما يبى المعرفه هذه القلب ما يبى هالصداقه خلاص غرب الله تسعود لعب العرب غير سعود هو ليه لاعب في العرب بس عليكم هاي اتصالة بس مت الرمسة هي والله الرمسة قوت وخراب بيوت الرمسة قوت وخراب بيوت وانا اقول لكم بس عليكم صلاة ولا وادروا عنكم الخالدي ابوي ما يعيز الناس ابوي على فكرة خذ يومين راحة وحين جايينكم ابوي بزمة وعراء جايينكم بكربه وليفة جايينكم نازلة هي مال يومين بيظهر احنا بيومين يومين بيظهر ابوي حارته مال يومين بالرمس والتهدريب يلا الله يحفظكم ان شاء الله الو الو هلا حبيبي شو انا بخير صوتي بخير ولا في باس ثبتي ما اعرف انا بابا نايم كيف يعني ما تعرف لا بابا نايم ما ايش هذا فيصل راقد ايه رقدت اهل الكهف الا ما ينشل الحساب مخلي انك واعي وهم رقد من طبن عسب تشي تلوموني فيه ادري بك انك موجود حبيبي هو هذا ديتوه هي دا لي بير ترقد يلا ترياك
هي مسبح وياس من الصبح اليوم. خلي وش عم بديش ما زال. شوف لا اخي هي هو يقول التعشيه كل شيء جاهز. ملوخيه تبقى من الصبح؟ تريد ملوخيه؟ ايوه سيت بابا. يلا بصباح خير. ملوخيه من الصبح يا صلاح. ما عيب خبز كباب ويا ملخيه ما يستوي يا حبيبي. ما عليه اترياك. ان شاء الله اترياك. اوكي يلا حبيبي. اكيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور، صبحكم الله بكل ما يسر خواطركم ويسعدكم ويفرحكم يا ربي. سامحوني يومين ما نزلت شيء، حد من العرب يقول افتكينا من الحشرة، وحد من العرب يقول ما رمنا نصب عنك. ولازم كل إنسان، شوفوا الإنسان اللي حاط في باله أن كل العرب تبقى قربة وداني هذا غلطان، والإنسان اللي حاط كل العرب تبغضه هذا بعد غلطان. كل إنسان له محب وله مبغض، له إنسان يرتاح له، حد ما يداني وحد ما يداني يشوفه، وحد ما وده يتشرق باسمه، يوم يطرون اسمه يشرق. أبدأ يقولون المصرية تزغطة، هي يتشرقون باسمه. حد من العرب الغالي، وحد من العرب وجوده وعدمه واحد، وحد من العرب وقربه غنيمة وسعادة وفرح وسرور، وقربه يجيب الابتسام ويجيب البشاشة، وحد من العرب قربه وصوته يجيب الاشمئزاز. انا حد من العرب يوم اشوفه يعني انا شارت شوش طعين في يمبي والسب شو ثقاله دمه، يعني ما بيني وبينه معرفه ولا بيني وبينه صداقه، بس حتى لو من بعيد اشوفه لاح من بعيد شارت الشوش يطعزني في يمبي. الغربه ترى قلت لكم الصبح القلب سعود، هذا كل انسان سعود يا ابوك، هو اللي يتحكم في العرب، هو اللي يتحكم في الناس، هو اللي يتحكم في شعورك انت وين بتصير وين بتي. هو حتى الاكل يخليك تبغضه، هي هذا كله من سعود. قطاره عماركم عادية وقت التين شو اللي مش في المحميات، اللي على الطبيعه، يعني مش على في تسخير من الانسان، يعني تسكير ولحفونه وحطوا عليه كنديشنات ويا ما يرى، لا هذا حين التين العادي يعني اللي على الله، هو كله على الله يا اخي، هذا يعني على الطبيعه، يعني ما في شيء تهيئه التكييف الجوله انه يعني يثمر مرتين وثلاث وعشر، لازم الثمر فيه طول الوقت. هذا كل اللي عنده مكان يعني في مزرعه ولا شياته يروم، انا لا مسوي انه في البيت يعني. فلذلك حالي حال العرب، يوم الناس تحصل تين في بيوت انا حصلت، يوم الواد معدوم عن هالتين انا بعد شراتهم ابى خير عنهم. لكم ما شاء الله السنه خير تبارك الله، تحت كل ورقة هنتين وثلاث ما شاء الله تبارك الرحمن. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير يا أبو أحمد، كيف الحال؟ زين. وليش تدخل بنعالك أنت يعني؟ ليش يعني؟ ليش يعني؟ كل يوم يعني؟ قلع صباح الخير. صباح الخير أستاذ صلاح. تمام. How are you؟ تمام. حبيتني اليوم؟ وليش كله بطلبه؟ ليش يعني كله بليز وحبني وخلاف تسوي الحبه هذه؟ هالمبايه ان شاء الله اصبر عاد اصبر القوم تروغه، انت توك جاي حتى ارضك ما عندها ما حرت. ها تبقى هوا؟ ها الحشره كلها حسب بني الله. سر شو تبي انت؟ شو تريد؟ صبر شو يريد الحين هو؟ صبر في خلي سياره ودي بنت سياره اي خلاص خلي فلوس فلوس خساره فلوس لا شي خلاص بترول زين خلي يحط الكريو لا منو بيحط خدامه ليش 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 يعني مش دري ولا كل يحط لا بليش ما عليه لك ليش ما بقول يحط ما يعرف يجي على سق زقر وحده خدامه ليش يا جو خبرت شو تبغى؟ هذا كذا نخي؟ نخي تبغى؟ إيه؟ شوف هي شوف هناك شوف تعال خلنا نطالع قب هذا شوف
اي والله نخي نخي والقيمات ورقات وخبز مرضة على هوا كله تباه. يلا تبي نخي؟ هي هي يلا. هذا من وين هذا حين؟ ابو فهد. ابو فهد يا ابو فهد مني غدا الشوك. شو بيخصك انت؟ هذا قلنا لكم يراني انا. ها اشوف هذا انتاج وين؟ انتاج مزرعتهم كزبرة. وهذا هذا كزبرة، هذا بغدونس، وهذا كزبرة، وهذا خس، وهذا ذرة وفجل ونعناع. سلم على ابو فهد وسلم على هالبيت وقول له شكرا جزيلا وبارك الله فيكم، يعلى الله يعطيكم ثمار الجنة ويطول بعماركم يا إيران يا إيران المسرة. قلت لكم لو بيسخنون الملحار هبلهم هم وغيرهم كلهم إيراني تبارك الرحمن، ما يخلون شيء ما يندبون أهلي. طال عمارهم الله يحفظهم يزاهم الله الجنة وخلي خليهم ولا يخلينا منهم. Thank you very much. ألو Thank you. ليش هدق لي من الفير انت؟ ليش من بيدي عي منو هذا رمسني انا منو ولا؟ وانت هذا منو داق لي؟ انت انا داق حق عمري ولا انت داق لي؟ ليش هدق الفير؟ هو سمعي البو لقطة ما خلاني ارقد ارقد هي السنة وخذلته عشان ما بنت بطرشنهن. هي والاخير اخر شيء الحين اللي يقولون المصريين من الاخر، نحن الحين قلنا ودي وديتين ثلاث واربع والصحافة والجرايد وتويتر والمجلات والتلفزيونات وكل حد قال الحين ابوي ماشي باجي تاريخ 2/1 اخر مهلة للي عليهم غرامات في ضمان. ضمان اعطوكم مهلة اشهر، اول شيء ايام واسابيع عقب اشهر، الحين تلاياه ما ادري شو ليش شو تتريون. حد يغايض عمره؟ حد يغايض عبر؟ ترى اللي عليك عليك الحين، انت وياكم اعفاء من اللي عليكم، ما عليكم ولا بيزة تدفعون يا غير، بس فقط انكم انتو تصيرون تقدمون على الاعفاء خلاص، ان ما عليكم ولا ربي، سيروا قدموا على الاعفاء من الصدع والديانة. ما حد يخلي حد يطالبه، يعني لا حجك طالبك لا حج طالبك، لين متى؟ خلاص ترى عطوكم مهلة الحين لين تاريخ 2/1، حتى اللي عليه مليار اللي عليه ملايين بالنسبة للأيدي العاملة والكفالة الخاصة من دريول ومن من من أيدي عاملة في البيت من خدم من بيادير من مزارعين من راعي من تبع إبل حلاب طباخ، هذا كله بوي يطيح، كله يطيح اللي عليهم غرامات واللي يحيد عمره منتهي عنه مالت الضمان يصير يددها ب600، ولا الغرامة ولا البهدلة ولا الصدع ولا الدية ولا باكر انصاب أدنات الدون توهقت فيه انت. قال حقي انا، انت شو بتسوي حينه؟ انت شو تبغي حينه؟ انت وين بتسير حينه؟ تسوي حمام مغربي؟ والريول وهذا بدي كير؟ زي يلا توكل على الله. انت ايش بنسوي؟ وين سيارك؟ جيب السيارة. الله يحفظكم، مع السلامة. تحمل على عمرك. بتردوا تغدون عندنا؟ امس متغدي عندنا؟ ما عندي مشكلة. ماشي مشكلة، سلم عليهم. سلم على بدري وسلم على خلا. زي اليوم الحين انا اخوك ولا من هل اخوك؟ منو اخوك انت حينه؟ الحين انا قدامك ومن هل هذا وعدالي على الطرف هذا، ليش تسلم عليه تودرني انا؟
راعي مصالح انت ها؟ خيوه حوادي طالعوا هالطرمبات هاي هالطرمبات ابوي مسوي عليهن حنفاح صحينه بنخبركم شو طرمبات هاي وشو فيهن وشو ما فيهن وشو الفرق فيه عليهن بين الوحده والثانيه شيء بينفع المزارعين فقط اللي يحب في الزراعه يتابع ويانا الفقره هاي بتيحين عندنا فقره زراعيه نافع للجميع نعرف فوائد السماد السمكي هذا شيء مفروغ منه تعرفه الرب والعرب الناس كلها جربته واثبت نجاحه غير في السنين اللي الاخيره اللي طافت كثرت الشركات اللي تسوي السماد السمكي كيف تعرف السماد السمكي العبوه اللي فيها مكثفه او خفيف او عادي او نسبه اللزوجه فيه تبين من نسبه اللزوجه هذا رقم اثنين هذا سماد سمكي زين لكن نسبه اللزوجه خفيفه هذا رقم واحد هذا رقم واحد اللي نحن نستعمله فنسبة اللزوجة تم تعرفون ان دهني فتم نسبة الدهون مترسبة على الغرشة غير هذا مثلا ها هذا زيرو هذا اسم بس سماد سمكي نحن اللي نستعمله طالت عماركم هذا فيرتيبكس هذا شركة اثبتت جدارتها ونجاحها نحن نستعمله وغيرنا من العالم اللي اثبت جدارته في التربة وفي الانتاج وفي حجم الثمار وفي صدقاني وايدين في اللي عندهم مزارع وعندهم ما شاء الله شركات زراعية ومشاريع مال فواكه ومال خضار موجودين كم أكثرهم وكل ما أسأل واحد عن نوع من الأنواع كل حد ينعت لي شيء كل حد ينعت لي شيء يا غير الشركة هاي طالت عمركم البرازيلية أنا سألتهم كيف تعرفون الزين من العادي أو من السبيشال قالوا ما يباله معرفة صب في غراش شفافة ثلاث أربع خمس أنواع اللي عندك وريهن اللي بتشوفه أويلي مثل ما تعرفون أنتو السماد السمكي بروتين لزج دهني أوميجا فهذا يكون لزج ولاصج على الغرشة إذا أي كل ما خفت نسبة اللزوجة كل ما كان التركيز أخف ويكون أردى عن الثاني اللي زين هو اللي تلقط فيه نسبة الدهون أو تتلصق على أطراف الغرشة كل العرب الحين تحاول أو حاولت أنها تخفض من استهلاك المواد الكيماوية فلذاك تم الاتجاه إلى الأسمدة العضوية اللي هو مثل فيرتيبكس طالت عماركم هذا 4 لتر صب حين الأربع لتر هذا طالت عماركم يسدن حق 800 لتر كل 200 لتر تحط له لتر واحد من الفيرتيبكس بإمكانك أنت حين تزيد عليه بعد تستعمل وياه اللي هو نترات الحديد كذلك نترات الحديد لكل كيلو الكيلو تاخذ من 250 جرام وتزيد على شو؟ تزيد على السماد السمكي هذا ها شو قال غلطة؟ أبدا زيت ريج فحين تحط هذا كله على شو؟ على هذا شبه هذا حين طالت عماركم شلات الحديد والسماد السمكي مع سماد سمكي عضوي إذا بتحط له شلات الحديد تراك أنت سويت الخلطة السحرية إذا تحطهم الاثنين لكن تبى الخلطة العادية اللي هي سماد السمكي متعارف عليه اليوم بتحط وياه اللي هو شلات الحديد كأنك أنت مسوي شيء سحر لا صار ولا استوى تحط بالدي ولا بالديين على كل شيرة كثرت ولا قلت ترى ما يأثر على الشيرة شيء وايد زين ويستعمل في الشهر مرة أو مرتين أهم شيء أن السماد أولا عضوي يساعد على تقوية وتنمية الجذور يقوي الساق ويزيد نسبة الإزهار وخصوبة التربة يساعد التربة على الامتصاص ويعطي نتائج سريعة الزين فيه أن الناتج ماله سريع بنفس الوقت يعني في خلال يومين ثلاثة ما بدك تتريى شهور لا يومين ثلاثة تشوف اللون هالرمان شلات الحديد هي اللي تخلي المحلول لونه قرمزي إن كان عندك أنت نقص في الحديد تراها بت 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 بتعادله وإذا كان ما شيء حديد تراها بتزيد وإذا كان شيء حديد بسيط عندك في التربة فهي بتسوي موازنة بينها وبين التربة وهذا اللون الأخضر اللي تشوفونه هذا كل من شلات الحديد أنا أستعمل شلات الحديد من دهر وهو اللي يخلي الورقة تغدي لونها أخضر بهالطريقة تروم تستعمل الخلطة هاي السحرية في الشهر مرتين
الشير بين، سمعتوا باللي يقولك بين، يظهر من ديوان عقله، يتخبل الشير يوم بتخلط السماد السمكي وبتحطه ويا شلات الحديد في الشهر مرة مرتين على وقت الفاقة، بيظهر شيء ناتج ما شيء شراته في الإزهار والثمار. هذه طالت عماركم مواد المستخدمة في هذا الفيديو، موجودة في جميع شركات الزراعية، أي شركة من آخر الدنيا لين. بالنسبة للسماد السمكي هذا اللي تشوفونه، هذا فعال مش زين، بل فعال وجيد جدا وقوي ومفعول، بتشوفونه وعضوي، بتشوفون مفعوله في خلال أسبوع أو 10 أيام. وقت اللي بترش أنت مبيد حشري، المبيد العادي، الرش العادي، المبيد الحشري اللي يخليه يثبت على الورق شو؟ وجود المادة اللزجة. فوجود السماد السمكي مع خلطتك اللي أنت بتسويها رش كمبيد حشري بترش به الزراعة، هذا يثبت المواد السامة اللي بترش الحشرات فيها، بترش الشير، يخلي نسبة استمرارية وجود المبيد على الورقة أكثر، ويحاصر اليرقة ويحاصر البيضة إلى أنها تموت ما تنتشر. حاليا السماد السمكي استوت حايتين، إذا أنك تبغي تثبت المبيد الحشري على الشيرة لازم أنك تستعمل من النوادر تلقط شيء مثبت زيتي مع يتفاعل مع الرش، فهذا شيء وايد زين ينفع للزراعة، ينفع لكل شيء تبي ترشه في مبيد حشري لكل أنواع الزراعة. رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي. ابتدينا تصويرنا لين هالساعة أكثر عن ساعة، لكن شوف الفرق، هذا ولا نفه، هذا ولا نقطة، هذا ولا درة، هذا ولا شيء، لكن شوفوا هذا اللي نحن استعملناه ثابت، المنسوب الدهني ثابت على جدار الغرشة، هذا معناته أنه على بطنه وظهره ما داخله أي غش ولا أي شيء ولا شيء، عضوي نقي رقم واحد، أحسن ما يتوارد بلاتك، أحسن ما كان في الدنيا الأولى. وهذا اللي يدورونه، هذا اللي يدورونه، يمشي ويجسم بطايق هادو، ها لا تقولوا ما رويناكم اياه، صورت لكم اياه، هادو يمشي ويحط البطايق، ايوه والتساهر بعد هني يحط لنا، ايوه هادو 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 قرب الله، مازر سجاير العرب كلها، مازر سجاير العرب كلها بطايق، قرب الله سنقيس نزل جام، نزل جام قرب الله سنقيس يو قرب الله بعد انت لا سير مناك بارك الله فيك ربيعك هذاك. هدى سلام عليكم. وين الابتسامة؟ أهي بعد سويتي مصرية؟ أيوة. زين ابتسامة وضحكة زوينة، زوينة مغاربة وحب الناس ديال الإمارات، بارك الله فيك. أول شيء بسم الله والسلام عليكم وتوكلنا على الله، اليوم إن شاء الله غندير لكم طاجين ديال الدنجال معمر، يعني هاد الأشياء كلها اللي كنصور ناعم يعني أشياء كاينة عندكم في البيت، يعني الإنسان حتى ولو عنده الدنجال، عنده فلفل، عنده بطاطا، يعني كتقدري هذه الأشياء كتخدميها في الطاجين. نعم. توكلنا على الله، عندي كيلو دنجال، بدنجال، وعندي اللحمة المفرومة، يعني ربع كيلو على حسب، أو نص كيلو على حسب شو يبغي. زين. وعندي أنا هاد الطومات سوريز اللي مو متوفرة عنده، يعني حط الطومات العادي، عندي فلفل، كمون، يعني الفلفل الأسود وعندها كمون. وهذا الزنجبيل وهذا الفلفل البارد وهذا الفلفل الحار، وعندي ثوم وعندي مليحة وعندي حبة واحدة بصل، وعندي قزبرة وبقدونس وزيت كزبرة وبقدونس يلا كزبرة وبقدونس، يعني شو هذا صبليوني ولا شو عمي؟ هذا العربي قزبرة ومقدونس والمطيشة المعجونة مطيشة الحف عايشة. زين يلا الحين ما فهمت عليك، وزيت زيتون، زيت زيتون نطالت عماركم، زيت زيتون نخب أول عصرة أولى، هذا هل يشوفونها كل من أوليف أويل الموضي، بنحط لكم حسابهم، هذا 18 لتر غيره 16 و 14 18 لتر ومخزن ومعبى في كرتون مظلم، صندوق خشبي يعني ما يعول أبدا لو بيدور عليه حول. فضلي أول شيء بسم الله غنحط شوية زيتون وغنحط حبة بصل، يعني غنشحر حبة واحدة ديال البصل عشان نحطها في الكفتة، جيب لي خشوبة حافي شوية مليحة، أنا ما داش عندي مع البنات ما حد المسواي. ثاني شوية زيت زيتون وكنحط أنا هالطوماط، يعني اللي ما عنده متوفرة هالطوماط يحط الطوماط الكبير يعني وقطع دوائر،
ثاني تخلوا الاشياء هذه تطيح، وهذا الباذنجان تمسكوا تسووا زي كده ها، بس لنهني النص او الثلثين. ايوه ها زي. يعني احنا نبي الديزاين هذا بس، شفتوا أي. كيف اها وانتم قاعدين يعني هالاشياء الاولى احنا قاعدين نسوي، وبعدين حنروح للمرحله الثانيه. يعني لازم اللي بيسأل اللي بيخدم شيء ما يجلس يتريى لين 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 يطيح تطيح الضوء يطيح البصل ولا هذا، لا يعبي هذا في هذا شويه قريصه قريصه الملح بحال هكا شو قاعدين تسوونها. ليش هذا شل شل عشان تجيبني انا بس قريصه قريصه شويه وعشان ما يتحل عني. ها شوف بسم الله تحطوه في الزيت يعني تبلوه تقلع بس نص قلية، حوريكم كيف. يلا بس نص قلية ها، شوف نص قلية يعني لا تخلوه وايد، بس نص ها. بسم الله هنشيله. والله بقولكم يديها ولا ولا تعول من الدهن. قول ما شاء الله، الله يرحم لك الوالدين عمي. ما عليك باس. ابوها هي وشريفيه ذاك الشيء ليش ما تجيش. ما عليك باس، ما عليك باس. والله ولا يديها ضد الحريق وضد الدهن ها. منو يروم يغطي اصبعه في الدهن. الحمد لله الحمد لله دي نعمة عند رب العالمين. الحمد لله. ها اقول ها شوف اقول الله اكبر عليك. ها ساحره. شوفوا البصل ها. حتى البصل خلاص يعني. وحين شو بتسوين هدا؟ بعدين حوريهم المرحلة الأخيرة. شوف الطماط في الطاجين أنا مخليها يعني يا المدور يا هذا اللي عندكم، أي شيء عندكم واجب حطوه. خلاص الحين ها؟ خلاص حطيت خلاص. المفرومة ما فيها حاجة لا عيش ولا أي شيء. أول شيء قريصة كمون وقريصة ديال فلفل يعني شوية شوية، ربع خشوقة ربع خشوقة، شوية زنجبيل، شوية هذه بابريكا الحمراء يعني فلفل احمر كل واحد شي يقول ليه، وشويه مليحه وشويه ثوم وكزبره بقدونس اهم شيء. كيف تسوون عمي زي كذا صح؟ هي خلاص زي زيتو ما تحطين؟ استنى عندي بعدين. شوفوا البصل اللي انا هنا سويتها بعدين. والله انه حار ضو. والله حار صح. انا بوت وياها من يدي علي كاع شويه الحمد لله على كل حال. ونزيد عليها شويه زيت زيتون ها. زيت زيتون من زيت زيتون هذا ها. اوليف اويل الموضي ها. هذا الشيء كله عشان التصوير كنحرق يديا. ما شاء الله شوفي كتجي ها يعني الكفيته اللي كتجي معمره بالدنجال كتجي في الطاجين يعني. شو اسم هالطبخه الحين هاي؟ الدنجال المعمر باللحمه المفرومه في الطاجين. زين يلا خلاص الحين بتريا. هي قالت بتريا لين يبرد. هذا يبرد هاي من يبرد هذا ما نظر عليه صعب. لا حار وينشف شويه من الزيت وغطوه وحطوا عليه هذا اللي نشف الزيت والاشياء هذه وخلوه شويه بس 10 دقائق راح نكمل الفيديو. من بعد ما كيبرد الباذنجان ولا الدنجال شوفوا تسوون هذو زي الكور هكا يعني طوال صبيعات احنا كنقولوا اليوم يعني كيجيو بحال هكا طوالها. انا مرتباهم اصلا. بسم الله شوفوا كتفتحوا الدنجاله بشويش بشويش عليها كتسوون زي كده ها. كتردوها بحال هكا يعني كتثبتوها بس ثاني ونفس العمليه كل وحده تحطون فيها لحم مفروم داخل. تازمتي هالنمون مردده يعني شوف الطوماط كيف كتجي. انا حطيت عليها شويه ثوم ومليحه ما ذكرت لكم الثوم بس الملح بس حطيت ثوم ومليحه. شوفوا كيف تشحرت ليا الطوماط وبعدين كتسيرون ترتبون الباذنجان بحال هكا في الطاجين صفقوا وهدا. واذا زاد لحم عندك مفروم اذا زاد تبون تحطوه حطوه ما تبون تحطوه خبوه بكره ثاني وسووا به شيء ثاني حشوه بالبطاطا ولا اي شيء. انا اقول له تكورينه وتحطينه ان شاء الله عمي بس شوي باجي ما تبين تيودينه شويه فكوري كورتين حطيه هنا لي انا خلاص في النصيفه. شوف سلام يعني الناس عشاق الباذنجان
اي والبليان عاد البذنجان يجي يعني شوفوا هذه اروع ما نحطهم فيش من البذنجان. شوفوا حطيت فوق منه هذه الكويرات يعني نفس البيضات شوفوا يعني شيء مرتب وفنان. وتحطون عليها من الفوق قزبره وبقدونس قد ما كثرت القزبره وبقدونس مو مشكله كتعطي طيبه والنسمه الزوينه. شوفوا طاجين ديال اللحم المفروم والباذنجان يعني الناس عشاق الباذنجان كيجي بحال هكا محشي في الطاجين شيء زوين مرتب. لولايتي رقم واحد نمبر وان ديروا لايك لا تنسون اللايك. حط نص كوب ماء شوفوا في الجوانب شويه بس حياخد نص ساعه بس على نار مهيله. شوفوا الماء وكل الاشياء ها بس غطوه نص ساعه. السلام عليكم. هو الطاجين ديال الباذنجان معمر باللحمه المفروم هذه هي الطريقه ديالنا اللي علمونا يعني والدينا واللي تعلمنا في بيوتنا. واللي عنده شي طريقه ثانيه اخرى يكتب لينا تعاليق قلناها الطريقه كيفاش واي حاجه بغيتوها نشاركوها معكم ونطيبها لكم. انا مو شاف انا بس تعلمت في البيت علموني اهلي لازم تكون عندكم هذه المعلومه يعني تعلمت في دارنا ما قاريش على هادشي. هذا هو الطويجين ديال الباذنجان اللي كيجي معمر بالكبسه وبصحتكم وبصحتنا الله يعطيكم الرزق عليكم ودرت كل مكان حتى اسبوعي بتاكلينها كل تحديد نعيم. ها غرب الله البارح ما خلتنا طول الليل نرقد واليوم ها ثبتت فانيال خطر عليها ترمس. تبين قهوة الغالي؟ ها الغالي تبين فانيال؟ تلق القطوة تلق في الماء والكلب يلعط هذا لعاط واللق فرق بين هذا. تعالي 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 قرموزة قرموزة هذا اللي يسمونه العياز طالت عماركم وصل وصل ومدلر ويلاته. وش يقول لي؟ يقول لي لا تسير يا اس مستريح وراقد ومقيل معين من الله خير اجلس في هالجو البارد وبراد وحوي وزراعه وقهوك قدامك ودلالك عدالك ويجلس ابوي الا ماء وخضره ووجه حسن طالع عمرك ويجلس ابوي لا تسير ولا تي ولا تسير الجم ما فيك ابوي على الجم ومشاهد بطوله نص الليل. قلت ابدا لا اسمع رمست ولا عندي خبر. ليس مع رمست ابوي الدهوره من سنين ليس مع رمست هذا العياز. هذا العياز هو ابوي اللي يخرب امورك كلها ويظهر العياز اللي فيك ويخليك هيز كسول مره رباخ يضربك. لكن ابوي هنا ودرته هناك رمست هناك اخر الزوليه. قلت له ما لا بودرك برد عليك انت ما بترم علي ما رمت علي السنين كلها هاي كلها اللي خطفتها الحين بكفو انت ترم علي. خليته يولي وان شاء الله الحين سهل الجو. ويا منو يا استبربر؟ ويا منو تبربر؟ انا ابو هي يلا يلا بتكت منك. انا ابو قلت لاح لاحجنها لين بحر يوزه. لسه صاحيه من النوم. لها ما تنش. ليته ما صحت. ليش يا كابتن هالشكل انت؟ يعني هي تبى الفكاك منك صاير تسلم على اهلها. وانت ياس الحين 24 ساعه شات وتليفونات. سايره كندا يا رجال سايره كندا. مرتاح شوي كمان هي بوك ترتاح منك افتكت. هذا ريال هذا هاي اللي تشوفونه عندي بابو يوم ياخذ امه عندي بابو يوم ياخذ امه في مدينة زايد. امه حياة ابوه عند حرمته يسمونها شمه ام محمد يسمونها زين اظني ام محمد. وعندها بنات وحدة حياة وحدة يسمونها فاطمة كل بناتها كلهن عسكريات. ووحدة منهن من ريلها اللي قبل من هالقطر اسمها مقبولة توفت رحمة الله عليها. وهذا وين صغر بالله ألو تعال. المهم قال لي أنت ما تعرفني أنا منو؟ قال لي أنا ولد خليفة الشامسي. ولد خليفة الشامسي ما عنده ولد هالنمو. قال لي انا استويت في المشرف. قلت هيت امك من البلد الفلانيه يعني بلدان خليفه يوم تحول
وكل واد فنتين زايد عرس على حياة شمة. شمة قبل ما تتوفى ظني عرس، ولا عقب ما توفت عرس. قبل حياة شمة ماخذينها رياب من هالقبر، رياب بنية ظني أو أبوها خليب، والله ما أتذكر اسمها مقبولة. توفت بعد فقيرة في قطر، توفت بنية مسكينة. وأبوهم هذا، أبوهم هالولد هالرجال خذ حرمة من الدول المجاورة، وياب ما شاء الله يميع العيال، هو هذا واحد منهم. والبنات شمة كلهن عسكريات من أوائل الدفعات العسكرية في الشرطة، كانت داخلية رتبهن كبيرة يعني، وما شاء الله كان يعني شيء غريب إنك تشوف حرمة في الداخلية. فكانت من كانت من أوائل بنات في بنات أبو ظبي اللي في الداخلية، كل عسكريات رتب كبير عليها. وهذا أما جابت هالكثر ولد من 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 نفس الدم. سبحان الله الدنيا كيف صغير يعني، يعني متفارقين ويا هالية أمهم كانوا صغار أو بعدهم ما استووا. قلت له أبويا تربط علاقة بيني وبين هاليتك اللي ولي قبل حتى أبوك ما ياخذ أمك، أنا أعرفهم. عقب تحولها وسكنوا عند بيت حياة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحيم، وين بيت قوم العندلي، ما بيت العندلي هناك فريق البيسات. واستووا هاي الكبرى وعرسوا يابا وعيال، وها تلاقيت ها يناقص ها ما شاء الله عليه، ها شوفوا ها هذا وين يناقص ها ما شاء الله عليه شجاع. هوا روح روح، المهم يبت قصة حياة حياة أبوك ويدانك كلهم يبت قصتهم، ليش أسوي عادة يبت قصة حياتهم كلهم، شو أسوي؟ المهم خلاك عندك غالي، أنت بخير؟ الحمد لله. الله يعطيك العافية، حياة تسوي يوم قبل ما ياخذ أمك، شو شو أمور حليلهم، والله إني أحبهم صدق. إيه أصلين يلا ها يلا 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 يلا, يلا. غايته. المهم إن حياة أبوه خليفة كان شخصية جميلة، لحيت بيضة وبشرته تصالق جميل جميل ريال. أنا لحقت عليه أبوه، أبوه يوم ياب العيال من حرمة الجديدة عمره فوق 65، توفى حياة خليفة ظني عمره فوق 95، حياة خليفة الشامسي توفى فوق 95، لأن يوم يعرس عمره فوق 60 65. عياله من حياة شمة عمارهم فوق يعني كبار ما شاء الله، وعرس في آخر حياته أظني في يوم تعبت هي أظني عرس، والله ما أدري توني أتخبرها وأقول لها أبوك أخذ أمك يوم عقب ما توفت حياة شمة، قال روحي والله ما أتذكر. قلت يا ربي أنا كل أشوفها قدام عيني، لو أروم أرسم رسمت بيتهم قدام بيتهم عتبتين وبيتهم خشبي لونه، ما بخشبي المصبوغ هذي تصالق، لا اللي لونه أملح. دال بيته حرمة يسموها سعيدة، سعيدة ترد من سقطرة تفتش الفال، تفتش الفال تحوط على الفريج كامل تفتش الفال لهم، يسمونها سعيدة السقطرية. عندها بيت حياة شمة، لا إله إلا الله ذكريات. ورا بيتهم من الناس شيء فندق يسمون فندق بعلبك، فندق بعلبك، وعداله بعد مكتبة، وعداله من هناك بيوت بيت حياة بالربيع بالطرف هذاك. أو والله فريجهم قاوي، فريجهم قاوي قدام بعلبك شيء براحة عودة يتيامعون فيها الوادم اللي عايشين في أبو ظبي من الدول المجاورة، يسوون طرب ودان وطرب جميل، ونصير يوم الحين صغار نطمش على هاك الدق وهاك الطرب وهاك الأناسة. سبحان الله وقت جميل كان، وقت جميل وذكريات لا تنسى. يا الله يا رب نغفر لهم وتغفر. طيب أنا في وين؟ في جيم وطاع، وأتذكر الأموات وأتذكر الدنيا. حالتي غير من هالرياض، غير طفر 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 سار هناك وين بليس نضيع عياله، والسبن كثر ما يب طاري حياة أبوه طاري حياة يدود فقار فقير ين ين. قال أبوي أزين ما يتجم ما بيلجم وانت فيه. لا أستغفر والله ما يقول أسوي سوالف حليلة، والله أني أحبني وأنا بحب أحب هذا كلهم. مسجل عرب اسمين مسجلها والله ولا يتعب ولا يتعب، ها كادنها بكد فتش مني أنا لصق في الكروب، خلص من الكروب هاي اسمه هاي المجموعة هذه، خلص منها كلاس قصدي
من عقب الكلاس قبض في حد عقب لي انا قبض ما ادري شو بقول كد الواد وكد لي احد والله ولا يوني ولا يوني ولا يعيز ها سبرنج سبرنج سمعتوا بس سبرنج قابض يكد هالعرب مكدة اليهد وقار يبون ما يبون انقطع نياطهم وهو والله ولا يعول ولا يعول كسرها متكسير قرب الله تبى اقول عنه شيء والله يا ابوكم هذا الله لا ولا على مسلم الجم اليوم يكاد يكون يصفر يوم يقولون عنه يصفر هذا هو الجم اليوم ما حد ابويه الاربع مفلعه اربع مفلعه ما في اوادم ابدا الجم ما في حد يصفر سمعتوا يوم يقولون عنه يصفر اليوم يصفر يتقرقع ما في نفاخ الضوء ما في نباط السر سبحان الله ما في الا هذا ها تو ها جنباز من يصبح لين يمسي ها هي لبيس هي والله طنطر سار عاد حينه خلص مني انا وخلص من هاي وانا سويت كارديو 45 دقيقه والحين عاد لا اشفع ولا انفع بني ناوي اظهر اسير شرق ولا غرب مارو ما في اي زاد اسير البيت اي والله هي اللي اسويها الاحفاد ويا العيال ويا الاهل والتيزر ما خاف برقد بين اشمل الفير بسولف وياكم والله في احتمال تخرفها اليوم في احتمال يعني عندي خرفه قاويه من تنزل من الجيم تنزل من الجيم ولان قدامك هالالوان هالالوان ترون ما تاخذ شيء منها ترون ما تاخذ شيء من هالدنيا كلها خيرات الله كلها فضي ما شاء الله تبارك الرحمن خير فضل من الله سبحانه وتعالى قلت له وين الحلو فيهن احلى واحد من التفاح قال لي هذا ابوي قلت له عاد نقالي في ابوي اي والله باخذ عنقور وباخذ عنب شويونه العنقور ترى هو العنب العنقور باللهجة الأولية المحلية يعني وهذا بعد وايد فنان في شوكي وايد فنان في وايد الدنيا العود كله فيه وبطل هذا وايد حلو العنب هذا فيه منتهى الروعة وساعاتي طعمه تحيدون هذا خد البنات الحين يسمونه فيش ميلر فيش ميلو فيش ميلو ما أدري يسمونه لا اسم يحطون نكهة هذاك كان هو خد البنات الأول يسمونه شوكي عاد اكيد الحين ما بموسمه لكن عايب اني غيبني وتهلعت عليه اي والله شو اسوي النفس اماره ايش بتسوي الانسان ما بتروم تخلي شيء في خاطرك خيرات الله وايد وايد من ما تشيلي النفس لا تم ابوي نوع بطيخ الاول شمام وبطيخ شمام مال ايران وشمام مال شيراز وشمام يبون بعد من شو اسمها هي من مشهد وحين ما شاء الله الشمام على ما تشوفون واليح والبطيخ من كل بلاد والكون من كل بلاد مليون نمونه ونمونه اي بس ابوي بس بارك الله فيك شوف اللومي انت اللومي 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 والبرتقال مليون نمونه ونمونه يا الله يا رب يا الله يا رب ترحم للي ما لحقوا على هالشيء ترحم لهم ترحمهم يا ربي ترحم لهم ترحمهم تغمد روحهم الجنه يا ربي اللي ما لحقوا على هالشيء الابوليين مساكين ما شافوا هالدنيا نحن والله متمتعين الحين هدى شو كم السلام عليكم سيدة انا ادخل على هذا انزين السلام عليكم السلام انا بس عليكم اليوم عمي كان يبي يقول خروفه يعني انزين بس خرايف وكل هم الجنون وانا ما نام كل يوم هو لما يقول خروفه احنا ما كل اللي في البيت ما ينامون ما تشوفوا اليوم تابع القطوه بالليل الفجر مو الفجر لسه ما اذن الفجر هي قبل ما يذن تابع القطوه بالليل يعني هذا الشيء من الخرايف اليوم صابحين يقولوا لي عمي لا تصير تصور خروفه بالليل يقعد لغايه الساعه واحدة بالليل يعني الحين نقول خروفه ولا ما نقول لا ما نقول خروفه بكره سناب عندنا حلو في طبخات في كل الاشياء حلوه خلي الناس ترتاح عمي بس عليهم بس عليهم اليوم وايد عليك عمي حتى انت صرتي تتعب يا توكل على الله انت الحين صرتي تكبر شويه شويه يعني بس ساعتين في اليوم ولا ثلاثه انت قولي تصبحون على خير بس سوي تاني فلتر وسوي زوم وسوي لي وجهي محروق